اللي فازوا بمرحلة الاختبار انتقلوا للعروض المباشرة. منو راح يثبت للعالم انه العراق بيئة اصلاط تكسر الدنيا؟ الكل يحلم باللقب في الاعصاب مجدودة. يا اخي واحد من يسمع بلده اكو هيجي طاقات وهيج مواهب يفرح. جمهور العراقي جمهور سميع ويعرف لمن ينقل الصوت. وامام اللجنة مهمة صعبة. اصواتكم حلوة حتى اللي ما راح نختار. عراق ايدل غدا 10:00 بتوقيت بغداد على MBC العراق. غني يا عراق.